السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي تقدر تعمل شات بوت معتمد على شات جي بي تي. شات بوت لما تدخل اي موقع ويبقى عندك اي استفسارات اي اسئلة هو بيبدأ ان هو يتجاوب معك. الشات بوت العادي بيبقى فيه حاجات اسئلة معينة بيبقى مجهز الاجابة بتاعتها، او لما يلاقي كلمة معينة يجيب لك الاجابة، لكن هنا بيكون الموضوع اوسع من كده فتقدر تديله معلومات اكتر ومختلفة عن كل المعلومات الخاصة بالشركة بتاعتك بحيث ان هو يجاوب عليه. الموضوع بقى سهل جدا، مجرد بس تديله المعلومات، السؤال مع المعلومة، وهو يبدأ ان هو يشوف ايه السؤال وايه الاجابة ويبدأ ان هو يجيب افضل اجابة عليها مستعينا بالخوارزميات بتاعة الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي، مش المعلومات بتاعة شات جي بي تي. يعني مش هتسأله سؤال فيجيب لك اجابة عامة، لا هيجيب لك حاجة خاصة بيه. فالموضوع بقى سهل وبسيط زي كده مثلا، تمام؟ فتقدر تسأله اي حاجة فهو يبدأ يجيب لك الاجابة بتاعتك. تقدر تعمل الموقع بتاعك بالشكل دوت، والجميل ان هو بقى فيه ادنس موجودة جوه الورد بريس بحيث ان تبقى الموضوع اسهل بكتير. الورد بريس من الحاجات السهلة جدا في التعامل، فاصبح فيه الذكاء الصناعي موجود كمان في الورد بريس وبقى اسهل كمان. تقدر تعمل بس ايه، ادل الاداة وتبقى شغالة معاك على طول.